آمال الماليين في أن تستعيد القوات الفرنسية والمالية سيطرتها على شمال البلاد كبيرة، ويبدو أن مخاوف سكان مالي من تهديد الجماعات الإسلامية قد قلت حدتها منذ بدء عمليات التدخل العسكري. ففي مدينة ديابالي التي استعادت القوات الفرنسية والمالية السيطرة عليها الاثنين، أعرب سكان المدينة عن ارتياحهم، غير أن مآل الأوضاع الإنسانية في مالي لا تزال تقلق الكثيرين، ومن بينهم الأمم المتحدة التي أكدت أن 700,000 شخص قد فروا من منازلهم. بمجرد عودة السلام واستتباب الأمن سأعود إلى تومبوكتو. لقد تركت كل شيء هناك وغادرت المكان ومعي أطفالي الخمسة، ولقد مشينا 23 كيلومتر. نأمل في مزيد من الأمن والسلام وأن تتطور البلاد. وقد بدأت القوات الفرنسية والمالية التقدم شمالا بعد استعادة مدن ديابالي وكونا ودونزا وسط البلاد من المقاتلين الإسلاميين، في الوقت الذي يقوم فيه الجنود الماليون بدوريات في هذه المدن.